احنا عندنا عقده كل ما هو جديد وكل ما هو صيني. تمسك موبايل صيني عادي، هدومك تبقى صيني عادي، ثلاث ارباع حاجتك في البيت تبقى صيني عادي. نفس الشخص اللي بيقول عادي دوت لما تيجي تتكلم معاه عن العربيات يقول لك لا يا عم انا ما اركبش عربيه صيني، مع ان كده كده انا وانت والشخص اللي بيقول عادي في المستقبل يعني هنركب عربيه متصنعه في الصين يا متجمعه في الصين. انا احمد كامل من وردت اوتو، والنهارده معانا عربيه جيتور اكس 70. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبيج الفيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، ببقى لها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. حضراتكم من تاني، وزي ما حضراتكم متعودين معانا اول حاجه بنبتدي بيها هو القلب النابض بتاع العربيه. العربيه جيتور الاكس 70 بتيجي بموتور 1500 سي سي 4 سلندر تربو 147 حصان 210 نيوتن عند 4000 لفه في الدقيقه. طبعا العربيه متوصله بفتيس عادي خالص من 6 سرعات. الفيديو ده هيكون فيديو مختلف، وهنقول وهنشرح حاجات ما اتشرحتش قبل كده على العربيه الجيتور الاكس 70. هيكون معانا استاذ احمد العمده. ازي حضرتك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ احمد. طبعا استاذ احمد احد افراد السيلز الموجودين هنا في معرض سيد مكاو، بيشهد ليك كفاءه. طبعا الله يخليك يا استاذ احمد. حضرتك طبعا قلت لي ان الموتور اللي موجود في العربيه هنا طبعا من شركه شيرو، وفي الناس اللي قلقانه من العربيات الصين والكلام ده كله، فحضرتك قلت لي ان احنا هنقول عليها معلومات جديده ما اتقالتش قبل كده. العربيه جيتور لحد كبير جدا لسه الناس مش عارفاها، ولسه الناس مش عارفه مدى امكانياتها في السوق، ولسه في تخوفات كتيره عن مدى العربيه، والعربيه الناس لسه قلقانه منها ولسه خايفه منها. فالى حد كبير لسه ممكن في ناس كتير عندها فكره انا مش هركب صيني، لكن لما نيجي نبص على العربيه ونشوف عربيه ونشوف اداء العربيه ونشوف اهم حاجه الريفيوهات بتاعه الناس اللي اشترت العربيه من قبل، هنلاقي الكلام مختلف تماما بفضل الله عن العربيه دي، والناس كلها بتشكر فيها كتير جدا. وان النهارده لما بنيجي نشتري عربيه في السوق بيبقى اهمنا ثلاث حاجات. عندنا العربيه، اول ما باخد العربيه بتاعتي ايه طبعا مواصفات العربيه والكلام دوت، والعربيه دي مدى الكواليتي بتاعتها واهميتها والمحتويات العربيه دي اول جزئيه. ثاني جزئيه هصين العربيه فين، ومدى توفر قطع الغيار عند عند الموزع عند الوكيل، ومدى توفره ومدى الكواليتي اللي بيعملها، وقطع الغيار متوفره ولا مش متوفره والكلام ده بالظبط كده، والاسعار بتاعت الوكيل اللي بيعمل العربيه، وهل في شكاوى منه او لا. وثالث حاجه خالص الافتر سيل، النهارده لما خلصت العربيه بتاعتي العربيه حبيت ابيعها، هل هلاقي حد يشتريها مني ولا لا. والاهم من كل ده برضو بجانب الجزئيه دي، تكلفه العربيه من اثناء ما انا اشتريت العربيه الى ان انا بعتها اتكلفت عليا قد ايه في استهلاك قطع غيار واستهلاك بنزين عربيه. دي برضو من الحاجات الرئيسيه اللي نبتدي نحدد عليها، هل فعلا العربيه دي من العربيات المميزه واللي فعلا تستحق ان انا كعميل اخد العربيه دي وامتلك العربيه دي. ده هنتفرج عليه النهارده وهنشرحه طبعا مع بعض بالتفصيل. تمام. حضرتك قلت لي طبعا الموتور زي ما قلنا هو 1500 سي سي 147 حصان 210 نيوتن. طب احنا شايفين دلوقتي مع حضرتك لوجو شيري هنا موجود على الموتور، ده ايه النظام ده؟ بالظبط كده، لان العربيه دي هي من احد العربيات اللي بيتم تصنيعها
على خطوط انتاج شركه شيري، فهي العربيه معلومه المصدر، لان في بعض العملاء كتير يجي عندك يقول لك مشكله هي اي جي تور دي بالظبط، هي العربيه دي جايه منين، العربيه دي اصلها ايه، هي احنا هل فعلا هي صيني وخلاص لمجرد ان هي صيني؟ لا، هي الفكره دي العربيه دي ممتده من ديل الشيري، تمام، اللي هو يعتبر بسم الله ما شاء الله متالق في مصر موجود، ونفس الموتور بتاع تيجو 8، نفس الموتور بالظبط بتاع تيجو 8، لكن هي النهارده جايه بطريقه استخدام مختلفه عن التيجو، بوكيل مختلف عن التيجو، لكن بفضل النجاحات ممتازه جدا في السوق، سواء كانت في البيع او في استخدام العميل ليها، في استخدام العميل للعربيه، وفي نفس الوقت الموتور ده مع حجم العربيه اللي هنتفرج عليه دلوقتي سوا مع بعض، هو يعتبر اصلا العربيه كلها شيري بالزبط. تمام، هو بس اللي متغير لوجو بتاع الجيتور بس بالظبط، لكن هي كل حاجه فيها شيري، فوكيل معتمد مع اسم كبير، الوكيل بتاع بالمناسبه اسمه نور الشريف، نور الدين الشريف، نور الدين الشريف، وبفضل الله طبعا عموما برضو لله الناس، كل الناس اللي بتشوفنا في الفيديو هيقدروا يخشوا على جروب اسمه اونرز جيتور اكس 70، هيشوفوا كل الناس اللي اشتروا العربيه، عشان برضو النهارده وانت بتشتري العربيه ربما يكون اكتر من معرض، اكتر من حد وارد يكون بيسوق العربيه، وانا بكلمها لك بمنتهى الصراحه والشفافيه، ده في كل الجروبات على فكره بيطلع لك ناس بتسوق من سمعه العربيه وهو اصلا التيم ما ركبهاش ولا شافها قبل كده بالظبط كده، فانت النهارده افضل حد ممكن تقدر ان انت تشوف العربيه وتشوف مميزات العربيه وتشوف فعلا هل العربيه دي كويسه ام لا، بتقدر تخش على الجروب بتاع الشركه او جروب أو بتاع جروب الملاك بتاع العربيه بالظبط كده، وتشوف العربيه وتشوف مدى نجاح العربيه، وتقدر تسال الناس بالفعل اللي اشترت العربيه وتشوف فعلا هل العربيه دي كويسه، هل العربيه دي وحشه. ما حضرتك هنشرح احنا كل حاجه بالتفصيل، وهنشرح طبعا مع بعض الشكل الخارجي وجنب العربيه والمساحات الداخليه وكل حاجه. من الاول دلوقتي احنا خلصنا قصه الموتور، طبعا احنا عرفنا مصدره ايه وقصته ايه، طبعا من شركه شيري الصينيه، شركه شيري الصينيه شركه كبيره جدا وليس سمعه كبيره جدا موجوده في الصين. لو هنتكلم على اي حاجه، طبعا انت عارف انت العقل بتاع اي عربيه هو مكنه وفتيس، لو هنتكلم على الفتيس اللي هنا فما حدش يقلق منه، الفتيس بتاع العربيه دي مميزاته برضو ان اللي موجود فيه من اجمل الحاجات اللي فيه ان هو نازل، طبعا احنا بعد ما سمعنا طبعا عن الداون كليتش والمشاكل والكلتشات وتسخن وغير وحاجات مشاكل كتير، وبرضو نكون يعني منصفين للقول في الحته دي ان في عملاء ربما ان في ناس مختلفه فيه ان هو فعلا حصل معاه مشكله او لا، بس ربما ان في قلق، تمام كده احنا نطلع بره القلق خالص بالظبط كده، فهو الفتيس بتاعه عادي جدا من 6 سرعات ما فيش فيه اي مشاكل بسم الله ما شاء ولا الله. حتى هو فتيس كمان سي في تي، هو بس انا معاك والكلام ده كله هنتكلم فيه باستفاضه واحنا جوه العربيه ممتازم. دلوقتي قصه الموتور، قصه الفتيس، الناس تقلق منه لما تقلقش، واحنا قلنا الموتور انظامه، قلنا الفتيس انظامه، ما حدش يقلق من اي حاجه، الدنيا كده تمام. نشرح بقى الشكل الخارجي وبعد كده نكمل كل حاجه. رجعنا لحضراتكم من تاني، دلوقتي هنشرح الشكل الخارجي اللي موجود معانا في العربيه، طبعا هيبقى معانا استاذ احمد العمده، هنشرح مع بعض الشكل الخارجي. اول حاجه ده مفتاح العربيه زي ما حضراتكم شايفين، طبعا العربيه اللي معانا النهارده الفئه الثانيه وبتيجي بصمه. ايه رايك يا استاذ احمد في شكل العربيه؟ هي العربيه برضو من الحاجات الجميله اللي فيها، لما نيجي نشرح العربيه من بره هنلاقي ان من اول الشبكه مثلا واحنا بنتكلم في العربيه كده معمول لها فتحات عشان خاطر التهويه بتاعه العربيه اثناء الطريق، ودي برضو من الحاجات المميزه، والتربو برضو عشان ما يسخنش والكلام ده، يبقى في فتحات تهويه ممتاز بالظبط كده. ومن اجمل حاجات برضو ان احنا لما نيجي نتحرك مع العربيه هنلاقي ان احنا عندنا الانسيابيه بتاعه العربيه برضو من الحاجات الجميله اللي فيها، عشان الناس اللي بتخاف من السوك والحاجات دي كلها، طبعا ده احنا هنيجي للنقطه ديت لما جينا في الجنب طبعا كده. هنا زي ما حضراتكم شايفين الكروم اللي موجود كلها عباره عن كروم، فده حاجه تميزها. طبعا الفانوس اللي موجود هنا بيبقى فانوس ال اي دي، والفجات الفوج لايت اللي موجود تحت في العربيه، فلا الشكل الامامي شكل هجومي وشرس برده كويس للعربيه ومدي انسيابيه، برده الكاميرا الخلفيه محطوطه في منطقه حامي العربيه بالظبط، دي كاميرا من الاربع كاميرات اللي موجوده معانا في العربيه بالظبط 360 درجه بالظبط تمام كده. وفي نفس الوقت ده الليد بتاع الفوج لايت بتاعتها عباره عن ليد زي ما احنا شايفينها هنا تمام كده، دي الفوجات بتاعت العربيه، في نفس الوقت ان هي بيكون فيها ليد امامي نهاري بيبقى مدي العربيه شكل جميل وبيتميز بادائه بشكل راقي اثناء ومدي العربيه فخامه ما بين ان هي سبعه راكب وما بين ان هي العربيه ان هي عربيه سبعه راكب مديها الشكل ما بين الرفاهيه وما بين اداء والجوده العربيه. تمام، نيجي بقى جنب العربيه مع بعض. تمام، لو هنيجي هنا مع حضراتكم جنب العربيه، طبعا يا استاذ احمد العربيه بتيجي بمرايات ضم كهرباء مظبوط، كاميرا 360 درجه والمرايات بتاعتها ضم كهرباء، اشارات مرايات موجوده في الليد زي ما احنا شايفين كده. ايوه لا العربيه برده فيها بصمه امامي، دي برده دي من الناحيه الخارجيه للعربيه. تمام،
وفي نفس الوقت الجنوط بتاعتها زي ما احنا شايفين كده جنوط مقاس 18 الفئه الاولى والفئه الثانيه 18 بالظبط كده، وما فيش فئه زي 600 ولا في الفئه الاولى ولا في الفئه الثانيه مظبوط. وفي نفس الوقت عندك روف راك ده بيبقى محطوط برده من اهم مميزاته، بالذات ان طبعا عربيه 7 راكب فممكن تبقى شنطتها صغيره، فده احنا ممكن نحط عليه شبكه او ان احنا ممكن نركب عليه شبكه لو بنسافر كتير ومحتاجين حاجه يكون فيها شنط، غير ان العربيه فيها ليد امام وليد خلف موجود من ورا. هنيجي دلوقتي للجزء الخلفي نيجي نشرح دلوقتي. تمام بي. لو هنشوف مع حضرتك شكل العربيه من الخلف، طبعا كلمه جيتور بالعرض، ايه رايك يا استاذ احمد في شكل العربيه من الخلف؟ برده من الشكل برده الجمال للعربيه ان انت تلاقي العربيه برده مهتم جدا بالجزئيه دي، برده العربيه من مميزاتها برده ان هي الشكل بتاعها كله انسيابي او انسيابي بالظبط، سواء من قدام او من الجنب. فده ان هو برده حاطط لك السبويلر بتاعها ده موجود هنا معانا من فوق، في سنسورات السنسور الخلفي الموجود في العربيه هنا بالظبط، الهيد الخلفي موجود جنبنا من ناحيتين سواء كان في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه، غير السنسورات زي ما احنا قلناها. أيوة. هتلاقي الشكمانات بتاعتها موجوده ايه، بس دي الشكمانات دي وهميه مش حقيقيه مظبوط، لكن هي بس من اي الحاجات الديكوريشن او من الحاجات الجماليات اللي موجوده. أيوة أيوة. في العربيه ويعتبر من نتفرج مع بعض بقى على الشنطه. طبعا الشنطه مش بتيجي كهربا، مش عارف وقفت معاهم على الكهرباء موضوع الكهرباء ده بالظبط تقريبا. الشنطه ما شاء الله عليها واسعه جدا، لو حضرتك هنا نشوف هنلاقي هنا مساحات تخزين للركاب اللي موجودين في الاخر مزبوط. لو هنشوف هنا شنطه العده اللي موجود معانا في العربيه، دي الكراسي اللي موجوده ورا خالص، الكراسي السبع كراسي عشان خاطر لو اتفتحت كده زي ما احنا كنا شرحنا تتشد. كده اه بالظبط، تلاقي كده دي كده السبع راكب بقت معاك في العربيه. ايوه اول ما بتنزل بتلاقي معاك في مساحه كويسه. طيب عشان كده احنا لو قلنا من دقيقتين لو الناس بس افتكرت معانا ان احنا اتكلمنا في حته الروف راك معمول عشان الحته دي، لو النهارده انت بتستخدم السبع راكب بس طبعا مفيش مشكله يعني مشكله الشنطه مش طبعا مش هيكون في مساحه، فهو حلها لك عن طريق ان هو ركب لك روف راك فوق بالظبط، عايز تحمل حاجه فوق. ايوه تحط عليه ايه الحاجه دي، فهي عشان حد لو قال العربيه ما فيهاش مساحه، لا هي بالفعل السبع راكب مصممه بالشكل ده. لو بصينا على كل سبع راكب في مصر معظمه في الفئه دي هنلاقي كلهم بنفس الطريقه كده. ايوه ايوه معظمه حاطط الروف راك فوق بحيث لو حبيت انت تحط عليه اي حاجه ثانيه. برده هنا في مخرج 12 فولت دي في مخارج كهرباء ده مخارج كهرباء او شحن. أيوة. او كده، فهو عامل لك مخارج كهرباء موجوده فين في العربيه. ابن طبعا لما نخش جوه دلوقتي هنشوف الفتحات التكييف الخلفيه اللي بتغذي سواء كان الركاب اللي ورا او السبعه. ايوه ايوه حضراتكم برده زي ما انتم شايفين مكان اصلا بتاع الكهرباء اللي موجوده في الشنطه موجود، بس هم مش حاطينه فيها. هنتفرج دلوقتي ونشوف المساحات الداخليه اللي موجوده في العربيه. لو هنتكلم مع حضراتكم على المساحات الخلفيه اللي موجوده في العربيه ال جي تور الاكس 70، فالمساحات بصراحه كويسه جدا جدا جدا، المسافه ما بينه وما بين الكرسي الامامي كويسه جدا. العربيه اللي يميزها ان هي ما فيش فيها نفق في تيست نهائي ولا صغير ولا كبير. العربيه طبعا فيها فتحات تكييف خلفيه. العربيه مسافه ما بينه وما بين السقف كويسه جدا، القايم اللي موجود في العربيه مش بيعيقك او وانت داخل او وانت خارج، اللندا او اللوند الموجوده ال ال اي دي. لو هنشوف مع حضراتكم المساحه الكرسيين اللي ورا خالص زي ما حضراتكم شايفين، طبعا الدخول والخروج هو بيبقى صعب جدا عموما، يعني الكراسي الكرسيين اللي موجودين ورا خالص، فهي المساحات بتبقى ضيقه بصراحه، ما ينفعش شخص بالغ ان هو يقعد فيها، او لو قعد هيبقى قاعد متضايق جدا لو مسافر او الكلام ده كله هيبقى متضايق وهتسبب له ازمه كبيره. عموما العربيه المساحات الاماميه والمساحات الخلفيه كويسه جدا، المساحات بس بتاعت الكرسيين اللي في الخلف هي اللي بتبقى ضيقه شويه. هنتفرج دلوقتي على العربيه من الامام ونشوف كل حاجه موجوده فيها. لو هنيجي هنا نتفرج على الباب بتاع العربيه زي ما حضراتكم شايفين السوفت تاتش البلاستيك اللي موجود، وهو مش بلاستيك هو سوفت تاتش. هنا الجلد التضريس اللي بالخيط الابيض زي ما حضراتكم شايفين، هنا الجزء ده بس هو اللي بيجي بلاستيك. عموما الباب من فوق بيبقى كويس جدا. هنا طبعا الاكرة الكروم اللي موجوده معانا، هنا الكروم اللي موجود في الباب. هندخل بقى دلوقتي مع حضراتكم ونشرح كل حاجه موجوده جوه. رجعنا لحضراتكم من تاني، برده هيكون مشرفنا استاذ احمد العمده معانا. طبعا زي ما قلنا العربيه بتيجي بصمه، هندور دلوقتي مع بعض العربيه. طبعا يا استاذ احمد انت عارف ان الشاشه ديت 10 بوصه مظبوط، طبعا فيها كاميرات 360 درجه. العربيه طبعا هنتكلم دلوقتي تقريبا بس عن الكاميرات وكده، بس هو اللي ضح ان طبعا اكيد حضرتك يا استاذ احمد برضه هنوضح ان هي الشاشتين، ان العربيه فيها شاشتين بالظبط. وهنيجي لجزئيه العداد فيما بعد بالزبط. لكن طبعا الجزئيه دي بتاعه الكاميرات، الكاميرا بتاعتها هي فيها 360 درجه فيها الجنب بتاع. لو هنيجي هنا الكاميرا ده كده الاشاره يمين هتيجي يمين، الشمال هتيجي شمال. بعد كده هنرجع ورا زي ما حضراتكم شايفين طبعا العربيه بيبقى فيها سنسور بارك،
تمييز الكاميرات اللي في المرايات ديت الزحمه، لو انت بتحوط في ملف ضيق جدا فهيجيب لك الرصيف من تحت او انت وانت بتركن بالزبط. فهيبين لك كل حاجه موجوده، وخاصه ان دي اي حد فكره ان هي يعني معلومه مهمه قوي، لو حد شايف ان هي كتر كاميرات او ان هي كاميرات كتير وكده، فدي من ان برضو في مصر الشوارع كتير بتاعتنا مش مظبوطه، او ممكن فيها ممكن انت ممكن مش شايف اللي جنبك ايه او حاجه هتقع فيها في العربيه، ونعمل تيست حتى للمساحه بالظبط كده. دي حاجه كده هي موجوده يعني الناس عندنا بتهتم بالموضوع ده شويتين. تمام كده، غير ان فيها حاجه اسمه وضع البانوراما اللي احنا بنجيبه ده، بيروح جايب لك العربيه محيط العربيه بالكامل، محيط العربيه يمينك او شمالك والكلام ده كله، بحيث يبقى انت بس ضامن انت مش تخبط في حد. مش طبعا وحجم العربيه كبير، فده برده مأمنك ان انت بيجيب لك العربيه بنسبه 100% بفضل الله، ان انت مفيش حاجه هتبقى ان ممكن تخبط فيها يمين او شمال. تمام يا استاذ احمد، لو هنيجي هنا ده الدي في ار، ده ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه كاميرا اماميه هنا مظبوط تسجل الطريق، بس لازم طبعا عشان يشتغل ان انت تحط لك كارت ميموري. كارت ميموري بالظبط كده. لو هنيجي هنا في السيتنج اللي موجود في العربيه هنا بقى عامل لك سيستم للعربيه براحتك، انت شوف عايز تقفل فيها تخليها تقفل ايه او تفتح ايه زي ما انت شايف كده، اللي هو قفل بتاع العربيه عايز التلات مرات مرتين الحاجات دي كله بالظبط كده. تمام، او ان العربيه مثلا البي اس بي بتاعها الاي بي اس تمام كده، انت تشغلها او تقفله والحاجات دي كلها بالظبط كده، طيب مرايات الكهرباء اوتوماتيكين انت بتتحكم في كل حاجه او الاوبشن الموجود في انت تشغلها او تقفله، مخلي لك العربيه داخله في جيل جديد اسمه السمارت كار، زيه زي الموبايل بالظبط، بتفتح ايه منها في الايه منها. دي برضو من الحاجات المهمه جدا في الفتره دي بالظبط كده، فدي مأمناك بنسبه 100%. طبعا ده الراديو، لو هنيجي هنا تحت هنا التحكم طبعا في التكييف، المروحه تعليها وتقفلها او تقفلها، الكباس تشغله او تخليه تبقى شغال مروحه بس كده. هنا يفضل ان انت تكون مشغل الجزء دوت عشان ما يدخلكش هواء خارجي بالزبط. هنا طبعا الزرار بتاع الستوب، هنشوف حواليه هنا الكروم اللي موجود، فعاملها كواليتي كويسه جدا. بالظبط، الجزء ده بس البلاستيك. تمام، المساحات عموما او الخامات اللي موجوده في العربيه هي كويسه جدا بالظبط، على مستوى يعني العربيه تقفلها كويس هنا كل جدا، ده جلد. جدا ومريح للنفس، تبقى راكب عربيه لحد كبير تحس ان هي فكره ان انت برضو خارج بره كلمه عباءه الصيني بالظبط، فهي الكواليتي نظيفه جدا، بيقدموا كواليتي كويسه وبيقدموا العربيه مطعمه، بتلاقي هنا مطعمه من بجلد بالجلد والتطريز الخياطه والحاجات دي كلها، شكلها انيق وشيك جدا بالزبط. مع العربيه طبعا زي ما حضرتك شايف الزحمه دي، هنا البيانو بلاك اللي بالعرض التابلو كله، ولو هننزل هنا برضو البيانو بلاك اللي موجود هنا في الجزء دوت، لو حضراتكم هنا دوت اللي بتعلي المالتي ميديا، بتعلي الصوت او بتوطيه، طبعا قلنا زي ما حضراتكم الفتيس 6 سرعات عادي خالص. لو هنيجي هنا ده كده العربية اوتوماتيك عادي، لو عاوز انت تحولها على المانوال بيجي لك هنا ام 1 زي ما حضراتكم شايفين في الشاشة اللي موجودة معانا مظبوط. لو هنرجع هنا تاني كده العربية بقت على الدي، هنرجع جاب لك اللي هي بقت على البي. لو هنيجي هنا نجرب الزرار دوت، الزرار ده بتاع الستوب، ده كده كتب حضراتكم اهو الوضع الرياضي موجود في العربية، هنقفله. لو هنيجي هنا نكمل الشرح تحت، طبعا هنا الزرار ده بتاع البصمه، طبعا العربيه الفئه الثانيه بتيجي ببصمه، الزرار بتاع الاوتو هولد اللي بيساعدك في الزحمه او في المطالع والكلام ده كله عشان تريح رجلك فبتشغله، وده الزرار العربيه بتيجي بفرامل يد كهربائيه. العربيه بتيجي هنا في اتنين كاب هولدر صغيرين، المساحات اللي موجوده هنا كويسه، فيها طبعا مخرج يو اس بي هنا تحت اهو، المساحات اللي في العربيه كويسه. لو هنيجي هنا نشوف المساحات برده كويسه، العربيه بقى فيها جراب نضاره هو صغير بس شغال كويس، ان فيها جراب نضاره استاذ احمد الاباجوره بتاعتها بالظبط. لو هنيجي هنا نبص ما فيهاش مرايه، مش عارف مفيهاش مرايه جت وقفت معاهم لحد هنا. طب عندك في مرايه؟ لا انا في مرايه هنا بس عندنا عارفين الست بتركب جنب عشان تركز في السواقه برضه، ده من ضمن اجراءات السيفتي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين العربيه بيبقى فيها فتحه سقف بانوراما زي ما حضراتكم شايفين كويس، برضه الحاجات ديت يا استاذ احمد العربيه العربيه جمال شيك قوي قوي، حتى لما صرناش بس بيبقى ليها شكل جمال العربيه، مريح ان انت تبقى راكب عربيه حاسس ان انت مش ناقصك حاجه فيها، يعتبر فيها كل حاجه. وعلى التكلفه طبعا نتكلم فيها في اخر الفيديو، تكلفه بس نقفل عشان الميه عشان ما نتغرقش، وزي ما حضراتكم شفتوا دي فتحه السقف البانوراما سيبها مفتوحه ماشي نسيبها، بس عموما انت بتتقفل على قفلتين، بتلاقي قفله كده ده كويس ماشي تمام.
كده قفلت يعتبر قفله واحده بتروح بتتقفل كلها بتروح قفله. لو هنيجي بقى هنا يا استاذ احمد لو هنتفرج عنها على الطاره اللي موجوده، فبصراحه انت تمسك الطاره من اولها لاخرها الطاره كلها مطعمه بالجلد جلد جلد كويس جدا وانيق جدا وتبقى مريحه للايد بالظبط. هنا الجزء الخاص بمثبت السرعه والجزء الخاص هنا بالمالتي ميديا والرد على المكالمات، وبتتحكم طبعا هنا في الشاشه الوسطيه من هنا. طبعا يا استاذ احمد هنا الشاشه الوسطيه بتيجي 12 وربع بوصه تمام، ده الارقام اللي موجوده في البروشور بتاع العربيه 12 وربع. لو هنيجي هنا الجزء اللي على الشمال اللي هي 7 من 10 ديت دي الار بي ام اللي موجود في العربيه، وهنا اليمين السرعه او في النص السرعه، وعلى اليمين هنا الامبير بتاع الحراره ومؤشر البنزين. طبعا هنا بتتحكم فيها في كل حاجه العربيه، طبعا بيبقى فيها الكمبيوتر بيبقى فيه الاعطال، العربيه فيها اي عطل بتطلعه ويقول لك ايه هو العطل اللي موجود فيها. مظبوط. ممكن نستاذن برده نوريها للناس، ونستاذن برده الاستاذ معانا اللي بيصور يعني يبتدي يوريها لنا. هنا وقت القياده ده اللي تقدر تعمل زوم. تمام كده. هنا كمبيوتر الرحله اهو تحت اعدادات النظام، هنا في اللغه وفي الاستعلام عن العطل تحتها. ايوه دي كده من اهم دي دي اللغه العربيه. تمام. لو هنرجع هنا مثلا لو هنيجي هنا اعدادات العطل الاستعلام عن العطل، وهنخش هنا العربيه زي ما حضراتكم شايفين نوع عطل او بدون عطل. دي اجمل حاجات الفن ان هي بتكشف عن الاعطال اللي فيها، ودي من اهم ومن اهم مليون ميزه. ابقى انا عارف عربيتي لو قلقان من حاجه هبتدي العربيه تقول لي فعلا فيها مشكله ولا لا. دي برده من الحاجات اللي تفرق. طبعا تتوجه للتوكيل. طبعا طبعا طبعا. هنا على اليمين التحكم في المرايات اللي موجوده في العربيه والتحكم في المرايات الضم، زي ما انتم عارفين العربيه بتيجي بمرايات ضم كهرباء كده. احنا تقريبا استاذ احمد شرحنا كل حاجه موجوده في العربيه قدام، نوقف بقى على الاسعار ونوقف على الاوبشن ونوقف على عوامل الامان، وتشتري العربيه امتى وتشتريش امتى. تمام مظبوط كده. رجعنا لحضراتكم من تاني، دلوقتي هنقف مع استاذ احمد على المميزات والعيوب والاسعار وعوامل الامان، وهنشرح تشتري العربيه امتى وما تشتريهاش امتى، وهنشرح كل حاجه فيها. لو هنبتدي الاول استاذنك بس استاذ احمد اتكلم عن عوامل الامان. فالعربيه فيها اي بي اس وفيها اس بي ثبات الكتروني، فيها اي بي دي توزيع الكتروني قوه الفرمله، فيها تي سي اس نظام تحكم في الجر عشان لو العربيه عمت منك، فيها اتش اي اس نظام المساعده على الفرامل او المرتفعات، فيها بي اس ام نظام مراقبه نقط العمية، فال دي دبليو اس ده نظام تحذير مغادره المسار. لو هنتكلم استاذ احمد على الاسعار، فاول فئه بتيجي ب 309 و 800 جنيه او 310، والفئه الثانيه ب 344,800 يعني قول 345,000 جنيه. طبعا العربيه عندكم عليها اوفر برايس؟ الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اوفر برايس. معلش اوفر برايس؟ لا الحمد لله، وبنجيب السعر الرسمي بتاعتنا واستلام فوري وكل حاجه. واستلام فوري، والعربيه زي ما احنا قاعدين فيها كده عربيه جاهزه، وسهل جدا ان احنا نسلم في اي وقت. اي والالوان عميل. كلها موجوده وكل حاجه موجوده، والفئه الاولى والفئه الثانيه موجوده. يمكن منها تلاقي دايما الالوان الموجوده برده عشان يبقى العملاء معانا عارفينها. تلاقي منها اللون الاحمر، الابيض، الاسود، تمام، اللون الموكا، اللون الكحلي، واللون البترولي، كلها موجوده. انا برده هنحط ارقام رقم حضرتك تحت في الديسكريبشن لو حضرتك باي عميل. الله يخليك. وسهل جدا اي عميل برده لفته بسيطه هنقدر نتكلم عليها في اخر الفيديو، ممكن من اول 20% مقدم ولحد 7 سنين لاي حد حابب ان هو يشتري العربيه. تمام تمام. لو هنتكلم بس يا استاذ احمد عشان الناس ممكن يقول لك طب ايه الفرق ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه؟ لو هنتكلم مثلا الفرق ما بين الفئه الاولى والثانيه، هنقول اللي موجود في الفئه الثانيه ومش موجود في الفئه الاولى. تحذير مغادرة المسار، مراقبة النقط العامية، فيها مثبت السرعة، برنامج تسجيل القيادة اللي احنا قلنا على حضراتكم عليه اللي هو الدي في ار، البصمة، الكاميرات ال 360 درجة، السنسور الخلفي، مرايات الضم الكهرباء، المساحات العربية فيها مساحات خلفية، السقف البانوراما اللي وريناه لحضراتكم، طبعا الليد اللي موجود وفرش الجلد، الاندرويد الاوتو والابل كار بلاي، شاشه الاعداد ال 12 شاشه الاعداد اللي احنا وريناها لحضراتكم ال 12 وربع بوصه. الفئه الاولى بيبقى فيها شاشات انولوج عاديه خالص، عدد السماعات في الفئه الاولى بيبقى 4 والفئه الثانيه بيبقى 6 سماعات. شايف حضرتك يا استاذ احمد طبعا وانت مغمض تشتري العربيه الفئه الثانيه اكيد قيمه مقابل سعر كويس. كويس طبعا، من اجمل الحاجات، لان العربيه يعتبر سواء كان كرفاهيه او كاوبشن سيفتي، وده اللي احنا محتاج هتكلم فيه لمده دقيقه كده، السيفتي واهم عوامل السيفتي اللي فيها محترم جدا جدا، لان احنا تقريبا في اكتر من كذا حد، واترفع الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا اتكلمت عنها في اول فيديو، ان في اكتر من كذا حد كانت في مشكله في عربيات بيظهر فيها اثناء ما ماشي، تلاقي العربيه بتحصل فيها مشكله ان هي ممكن تعاوم على الطريق او استاذنك يا استاذ تمام، عشان الناس ممكن تفتكر ان احنا بنسوق للعربيه. تمام. انا دلوقتي هسالك السؤال اللي في الصميم علشان ما نضيعش وقت الناس. ايه اللي خلانا اشتري العربيه الجيتور وما اروحش لحاجه من منافسينا؟ طبعا منافسينا هم ما عارفين ايه هم. مظبوط. اروح للجيتور ليه؟ اول حاجه في الناس الثانيه مثلا عندك لو هتكلم هو وكيل برده معروف او ليه سمعه اكبر من توكيل نور الدين الشريف، العربيات الثانيه بتديني مساحات، بتديني الاوبشن برده، بتديني عوامل الامان، ايه اللي هيخليني اروح للجيتور؟ اول حاجه عندي
ان العربيه العربيه الثانيه بس هي معلومه بسيطه هي 4 ايرباك. اول حاجه تخلينا اشتري العربيه دي دون عربيه غيرها ان العربيه اول حاجه ان فيها ثبات كويس جدا 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 على الطريق. تمام. كون ان هي 7 راكب وان انا ببقى ماشي فيها فهي فكره الاوبشن او فكره السيفتي. احنا كده اتكلمنا لما حضرتك تقريبا فيما ذكرته في فوق الست انظمه سيفتي للعربيه كل ده معمول لان فكره سواء كانت عربيه فاميلي كار ان هي عربيه ليك ولاسرتك فهو مامنك بنسبه 100%. تاني حاجه على السعر دوت وعلى الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم عليها وعلى الاوبشن الجميل اللي احنا اتكلمنا عليه دي من اجمل حاجه ان انا باخد عربيه في رينج ال 300 او 300 حاجه و 40000 345 الف جنيه تقريبا الفئه الثانيه بتوفر لي كل من سيتس والعوامل الامان والاوبشن والكلام ده كله من اهم المميزات. طبعا حاجه عربيه عاليه عن الارض. لو افتكرنا يا جماعه بس نقطه بسيطه فكره الشتاء اللي فات اللي حصل والعربيات اللي غرقت والكلام ده كله فالعربيه حجم الجنط بتاعها بسم الله ما شاء الله عالي والتوجه كله دلوقتي حتى من مش من الناس من الشركات العربيات العاليه. تمام. وفي نفس الوقت متوفره لك بكواليتي كويسه جدا سواء خاماتها محترمه الخامات الداخليه العربيه او الخامات الخارجيه العربيه وتقل الصاج. احنا صورنا الكابتيفا يا استاذ احمد. تمام. والفيديو لسه ما نزلش بقى احنا صورناها مش بنفس جوده الخامات. احنا صورنا طبعا العربيه على فئه مظبوط الكابتيفا بكام ب 405000 شوف فرق السعر ما بين دي وقد ايه وصورنا على فئه مش موجود فيها نص الاوبشن ده مش موجود فيها الخامات دي. اكلمك بكل امان دي حقيقه فعلا ان العربيه الى حد كبير واحنا يا جماعه الكلام ده ما هوش مجامله ايا كان من الموزع او التوكيل خالص. احنا مالناش مصلحه احنا بنصور على فيديو عادي استاذ احمد من السله الصحوبيه اللي ما بيننا فقالنا نطلع مع بعض ونتكلم على العربيه مفيش احنا العرب. بنسوق لحاجه اصلا خالص هي الفكره كلها العربيه الى حد كبير ناجحه قوي في الحته دي فحبينا ان ليه حاجه مش زهره او عربيه مش بكواليتي كويسه جدا ومش بحاجه بنفس الاداء او بنفس الامان ومعدل السيفتي ومعدل الامان النهارده في ناس كتير جدا ودي مش بتهتم اصلا كمان بعامل الامان بالظبط كده يعني الناس مش واخده بالها من حاجه زي كده لكن النهارده لا قدر الله عربيه عامت منك على الطريق النهارده هي تساعدك على طول فان هي على طول تلم العربيه معاك وطبعا مش هتيجي اغلى من اسرتك فلما بالزبط. تبقى تلاقي حاجه زي كده بتحافظ عليك وبسعر كويس زي كده تمام فدي من الحاجات اللي تبقى مرشحه بقوه. طيب اجي حاجه ثانيه لا انت النهارده الوكيل بتاعي موفر او الموزع الوكيل بتاع العربيه موفر قطع الغيار بسعر عامله ازاي ممكن نشوف سنتين السنه مجانيه لسه موجوده مع لا ده كانت لا كان في عرض قديم وخلاص خلصت لكن احنا معانا دلوقتي 5 سنين او 150000 كيلو ده استلام فوري ومفيش اي مشكله خالص حاجه محترمه لا ده بفضل الله العربيات جاهزه وجاهزين احنا نسلمها فوري. الحاجه الاهم برضو ان لما نيجي نبص الموزع بتاع الوكيل بتاعه موفر قطع الغيار باسعار كويسه جدا فدي برضو هتفرق معانا عن النهارده لما بنستلم عربيه موديل 22 خلاص اللي موجود في السوق بنلاقي قطع غيار عاليه جدا سواء حتى لو بنتكلم في شرائح العربيات اللي بنتكلم في 250000 جنيه ولا حاجه بنلاقي ارقام فوانيس ارقام فلاتر ارقام ايا كان مثلا من العربيه اي حاجه باظت مننا أيوة الشبكه أيوة. اكسدام فوانيس برضه استاذ احمد التكييف حلو التكييف بسم الله ما شاء الله يعني حتى الراجل اللي قاعد ورانا ممكن يقول التكييف وصله أيوة. عامل ازاي عامل ايه يا اسلام التكييف كويس طب كويس تمام غير ان فيها فتح التكييف خلفي فانت اللي قاعد وراك مستريح التكييف اللي ورا الخلفي يا اسلام شغال حلو طب كويس التكييف اللي ورا شغال كويس جدا فدي برضو تبقى انت راكب العربيه على فئه سعريه زي كده موفره لك وكيل موفر لك قطع غيار وموفر لك احمد برضو نتكلم برضو ثبات العربيه كويس تمام كويس صح معدل الثبات ممتاز جدا جدا العفشه جداً طبعا فيها مالتي لينك فالعفشه هتبقى محترمه والعفشه هتبقى ناعمه ومش ناشفه تمام لو هنتكلم مثلا الموتور الاستجابه بتاعته هو انا زميلي مع العربيه دي حلو جاب بيها 180 كان عايز يكسب بيها 180 فنقلك عم بيب بيكلمني في التليفون بيقول لي وايه العربيه فيها مالها ما بتجيبش بعد 180 قلت له هي مقفوله على 180 بالظبط قلت له طب انت ما انا بستفسر منه بقى عشان عارف ان احنا هنصور العربيه دي قلت له طب انت 180 بيجوا بسرعه وبيجوا بسلاسه ولا العربيه لا ما بيحسش بيهم لا قال لي لا العربيه ثابته العزل بتاعها كويس سواء العزل الاصوات او عزل الهواء طبعا انت بعد 120 هيخش لك صوت هواء كمان هي عربيه عاليه فالطبيعي اللي بيخش الطبيعي مش الاوفر بالظبط فقال لي لا العربيه صاحبها كويس جدا العربيه السرعه بتجيب سرعه وبتجري وثابته على الارض في الطرق فالعربيه ما شاء الله محترمه من الحاجات الناجحه قوي تبقى كويسه جدا ليك او اسرتك بالذات او ان هي عربيه ممكن ليك او للاسره او ان حضرتك عربيه شخصيه برضو او عربيه شبابيه فعربيه فخمه جدا وشكلها من بره فخم جدا طب لو هنتكلم عن العيوب او ما اشتريش العربيه ليه إيه انت شايف ايه يعني لحد دلوقتي ايا كان اللي هقوله الناس هتفتكر ان احنا بنجامل فاحنا ممكن برضو نقول مالهاش عيوب مفيش عربيه مالهاش عيوب دي مستحيل لكن احنا ممكن نخش بص على الجروبات برضو ونشوف برضو بعض الايه هو انا بص انا اكلمك برضو بامانه تمام انا بحب الشفافيه انا العربيه ما شاء الله كويس الفتيس ما قلقش منه تمام انا من النوع اللي بخاف من الفتيس الدول كلاتش انا اللي قلقني ممكن في العربيه التيربو
اخاف من التربو قدام في المستقبل يحصل حاجه. لا التربو بس لحد كبير لحد دلوقتي الناس لحد دلوقتي الدنيا تمام بالزبط. بس بكره في ايه وارد وارد تكون دي يعني مشكله بس هي مش مشكله كبيره بس ديت يعني بالنسبه لي في العربيه الملاحظه الوحيده اللي عندي او دلوقتي مش ملاحظه وما حدش اشتكى منها بس ممكن في المستقبل ممكن يحصل حاجه ده الله اعلم بس لحد النهارده هو ما شاء الله ما حدش اشتكى منها والوكيل مهتم بيها وخايف على عربيته قوي وده سر نجاحه ونجح في الموديل اللي فيه ما بعده اللي اسمه اكس 95 ان شاء الله يكون لنا نصيب ونبتدي نتكلم فيه فيما بعد لما تكون العربيه موجوده تمام كده. فلا يعني هو انت معاك حد خايف على العربيه وخايف على سمعه العربيه وانت عميل بتبقى حابب ان انت ما يكونش فيه مشاكل في عربيتك فالموضوع بيبقى ناجح بالطريقه دي وبالشكل ده. ايوه ايوه دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا حابين نتكلم تمام صح. احنا كده احنا تقريبا غطينا كل حاجه في اي حاجه حضرتك حابب ان انت تضيفها او تقولها للناس تقريبا ممكن نتكلم بس حاجه اخيره تمام. العربيه احنا ممكن لو حابين نشتري العربيه او الانظمه او البنوك طبعا المتاحه ليها احنا بس ممكن عندنا من اول 20% او 25% بالنسبه للموظفين ودي بتبقى معانا تسهيلات لحد 7 سنين او 8 سنين كمان تمام كده. ما هو هنحط زي ما قلت لك الرقم تليفونك تحت ولو في اي حاجه التسهيلات موجوده القسط موجود التوفر موجود بدون اوفر برايس موجود كل حاجه ده. موجوده تمام بس اللي يجي لك ظبطها من عينينا الاثنين خلاص ربنا يكرمك تمام. اي حاجه حضرتك حابب تاني احنا اتشرفنا جدا والله استاذ احمد هنحط برده لحضرتك زي ما قلت لكم ارقام التليفونات تحت بتاعت استاذ احمد العمده ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وبيتش الفيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بيبقى ليها ابديت باسعار العربيات اول باول وبنتابع اخبار العربيات شكرا.